نفهم اكتر. انا معايا دلوقتي على التليفون دكتور ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف اللي دايما بينورنا ويقول في الاستوديو سواء بالمداخله يعني او كضيف، وبيقول لنا معلومات مهمه والله دايما يا دكتور. الله يبارك لك وينفع بك البلاد والعباد ويستخدمك ولا يستبدلك. ربنا يا يخليك. رب. تسلم تسلم. ايه اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده؟ ايه ده؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. الحقيقة احنا عندنا مصيبة كبيرة جدا جدا. أنا نفسي جالي اكتئاب كل ما افتح الفيسبوك، أنا خلاص كرهت. ليه؟ لأن الشيخ فلان والشيخ علان، الشيخ فلان والشيخ علان، وكأنهم اتخذوا بعد هؤلاء يعني أربابا من دون الله. هم خلاص، هي بقى ده الواقع اللي بيعتمد على ان في طبقه من الفن ولا من الرياضه. لكن اللي احنا شايفينه النهارده ان السذاجه والسطحيه والهبل، فدي راحه للشيخ فلان الشرقيه، ودي راحه للشيخ فلان بني سويف، وهتقول له يا مولانا اعمل لي ومولانا يعمل لها، وتروح وتيجي. انا جالي شاب الى المسجد اللي انا بخطب فيه الجمعه، وقال لي هو انا لما اكون بعيد عن ربنا اعمل ايه؟ قلت له اكثر من الاستغفار والذكر هتلاقيك في كنف الله. قال لي طب اكتر حاجه تساعدني؟ قلت له انك تصلي الصلاه على وقتها. قال لي انت شيخ عجيب. بقول له ليه؟ قال لي لاني شيخي في الطريق اللي انا رحت له اداني صوره شخصيه 4 في 6 ليه، وقال له اذا اردت ان تنظر الى الله فانظر الى صورتي على طول. ودي عقيده فاسده. وللاسف الشخصية اللي ذكرت والدنيا قايمة عليها، أنا تتبعت معظم الأفكار لقيت إن ده بند من بنودها. يعني يقول لك لو أنت جعانة بص في وشي. ده لو ما حسيتيش الشيخ اللي حصل عليه حالة الجدل على السوشيال ميديا تقصد؟ تابعت تابعت تابعته يعني، لقيت إيه بقى؟ تابعت. أنا مش هتكلم عن شخص ولكن هتكلم عن الأفكار اللي هو بيتبناها. ماشي تمام اتفضل. أول فكرة مسمومة، بيقول ان ربنا من اسمائه محمد ومحمود، وهذا من الكذب على الله، فالله لم يخبرنا ان محمد ومحمود من اسمائه. ايوه يعني ادي اول هبل. الحاجه الثانيه بيقول ان النبي محمد هو نور، هو من نور الله الذاتي، ودي عقيده ضاله مارقه ابعد ما تكون عن حقيقه سيدنا النبي محمد، فهو بشر كسائر البشر، إلا أن الله أنعم عليه بالعصمة كي تكون أرضية للرسالة. تمام. ثالث فكرة بيقول إن سيدنا محمد لا يموت، هو حي. وهذا تكذيب للقرآن، ده ربنا بيقول له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، وسيدنا محمد نفس وذاق الموت. بلاش كده، قال له بصريح العبارة كده إنك ميت وإنهم ميتون. ففي تلاعب بالألفاظ كارثي. يقول إن سيدنا محمد ليس مخلوقا. نعم، أمال إيه إن شاء الله؟ ما هو لو مش مخلوق يبقى إله، يعني لازم ما فيش لون رمادي. يقول إن المشايخ لهم شيء من أخلاق الله، فلا يجوز لك أن تحب أحدا مع شيخك. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال تاني. هل حضرتك شفت الشات الرسائل اللي مبعوته ما بينه وما بين بعض الفتيات؟ للاسف شفت. رايك ايه في الاسلوب وفي الطريقه في الموده الزياده او كده؟ طب خليني اقول لك حاجه. هو ده انا للاسف الشديد لما لقيت البلوى والمصيبه الكبيره دي، هديكي مثال واحد اتنقل وهو لم ينكره، انه هو بيقول لها أنت كالكعبة التي أحب أن أطوف من حولك، وكلام بقى مش عايز أقول الباقي، وأقبل مش عارف إيه المنطقة السوداء اللي في جسدك، ولا الكلام الفارغ اللي بيتقال ده. حجر الأسد. هنا أنا لما قريت ده لازم نبقى فاهمين حاجة. الطرق الصوفية مليئة بالأوهام، ومليئة للأسف الشديد بأفكار بعيدة. لا كمان لفت نظري حاجة كمان، حبيبتي 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 على إنها بنت، حتى دي مرفوضة المفروض. لا دي مش لغة عالم. يعني أنا بتكلم عن الفكرة دي، مش لغة عالم. الحاجة الثانية حتى في الردود على تعليقات الناس على الفيسبوك، التعليقات ما فيهاش فعلا العالم يعني أو صيغة العالم. أيوة يعني اللي بيقول يا بنتي كتير. اللي بيقول يا بنتي، اللي بيقول أيتها السائلة الكريمة، أختي الفاضلة. ولذلك أنا لما لقيت المصيبة دي آخر كلمات أنا كتبتها على صفحتي،
قلت ان ترك الصوفية للمتصوفة سيجلب الخراب الفكري. انا عايز اسالك سؤال، انا عايز اسالك سؤال تاني بس اسمح لي اطلع فاصل سريعا ونرجع تاني، ارجوك ما تقفلش ثانية واحدة. مش هقف، اتفضلي. لسه مكملة مع حضراتكم ولسه معايا على الهاتف الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، ولسه بنتكلم على الحالة الجدلية اللي حصلت على السوشيال ميديا من الشيخ صلاح التجاني اللي هو صاحب الطريقة التجانية. المشكلة اللي حاصلة دي كنت واقفة مع حضرتك في سؤال مهم جدا، كنت بسألك بقولك الصيغة اللي بيتكلم فيها، لو حضرتك شفت الشات اللي ما بينه وما بين البنت أو الرسائل اللي ما بينه وما بين البنت وما بين بنات أخرى، إنه من حبيبتي كتير، عامله ايه طمنيني عليكي كتير، مشتاق، يعني هل الشيخ عادي يكتب مشتاق؟ لفت نظري حاجه تانية يا دكتور، ان الام عارفه بالرسائل دي والام عادي، يعني مش فاهمه، انا مش فاهمه. طيب انا هقول لك حاجه. اولا دخوله على الخاص ده من المنكرات، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل على الخاص ويكلم واحدة ليست من المحارم إلا لطبيعة عمل. أنا الإعداد بيكلمني كذا بيكلمني، لكن إن شاء الله لما كل واحدة تعجب بمولانا فمولانا يدخل لها على الخاص ويقيم حوار مش طبيعي. أيوه. وبعيد عن القيم الأخلاقية. يبقى هنا في مصيبة بتحصل، في كارثة. الناس دي بيعتبروا أنفسهم قوة ناعمة، وبناتنا ما عندهمش، يعني بناتنا بيتعاملوا بعفوية بطهارة، شايفة ان ده كأنه ابن ربنا في الارض. هي صغيرة، خلي بالك، كانت هي كانت صغيرة في السن، يعني البنت يعني لما كبرت في السن ابتدت تستوعب اللي هي مرت بيه بالظبط. فهي يعني وبعدين لو مامتها مباركة وباباها مبارك، يبقى انا ما بعملش حاجة غلط. انا مش هعيب على البنت، لان البنت لما سمعت ما كان بيتقال فيه قال الله فتحت قلبها وراحة بحب وبنظافة. لكن استغلال بعض هؤلاء الناس وخلق حالة من الأفورة حوالين شخصيتهم وإنه هو المدخل لربنا وإنه لا يا حبيبي، أجمل ما في الإسلام إن ما عندناش لا كهنوت ولا عندنا إنما يقربون إلى الله زلفى. هذه الهالة المصطنعة لا تأتي بخير. هؤلاء يستخدمون تلك المكانة الروحية لكي يخترقوا سواتر هؤلاء البنات، وبعض الحالات بتصل للزنا. خليني اقولها لك كده، ولاني انا مريت باسئله كده، احد المشايخ مريت باسئله كده ولا ما شفت حالات كده واعلنتها في ولا شفت حالات كده اعلنتها في انا شفت حاله اعلنتها للاستاذ عمرو اديب في مداخله زي ما بكلم حضرتك، ان البنت راحت لاحد من يدعي انه شيخ وقعد يقول لها سر الاسرار وبتاع وتعاليل البيت، راحت له البيت فاغتصبها، فبدات ما تروحش، فبدات الاسره هو بعين جامده بيشتكي للاسره يقول لهم بنتكم ما بتجيليش وانا كده مش مسؤول عن تدينها والحاله اللي هي عليها. وهو من التدين ان هي تروح له البيت لوحدها، ده انهي تدين؟ ده هي مستحيل ده انهي شرع ده؟ ده انهي شرع ده؟ مستحيل تقول لزوجها او ابوها. فانا هنا بفكر الام وبفكر الاب، انصروا بنتكم، اقفوا جنبها. ده الام كاتبه عريضه طويله بتدافع فيها عن الشيخ. عارفه ليه؟ لان ده برضو بيبين ان هي من الموطورين بالشيخ، من اللي الناس اصل ممكن ايه تصيبنا اللعنه، اصل ممكن يغضب علينا، اصل. ولكن تنتهك الحرمات، ده لا يجوز له ان يخلو بها اي نوع من انواع الخلوه حتى ولو على على الماسنجر. وبعدين ليه في بعض الصور حاطط ايديه على البنت ليه؟ يعني ده لان ده فتنه. وانت ليه؟ انت ما انتش حتى لا انت طبيب بتعالج فمحتاج انك تحط ايدك على موضع الداء ولا الكلام ده كله. طب وايه حكايه ان حد ليه كرامات ده برضه؟ انا عايز افهمها. الكرامه برضو. اولا صاحبها لا يدعيها. الكرامه تعريفها ايه؟ أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح تأييدا له في صلاحه. وفعلا يعني بيبقى في ناس عندها يعني كرم. مثلا بتقولي لي إيه؟ والله بحكم أخوتنا في الله ادعي لي إن ربنا يفرج كربي، فأنا أقول لك ربنا يشرح صدرك وييسر أمرك ويفك كربك، ما تمرش أيام إلا وربنا يفرج. فده مش معناه إن أنا أنسب لنفسي إن أنا الصاحب اللي لا، ولكن إحنا ده جزء من التعاون على البر والتقوى. ان صاحب السمت الصالح، ان الرجل الصالح زي سيدنا عمر
سيدنا عمر طيب. ربنا كشف له الحجب في بعض الأحيان. سيدنا عمر لما كان النبي ياخد رأيه في قضية فكان يفتخر يقول وافقني ربي في ثلاث، النبي خد رأيي في ثلاث قضايا، ربنا نزل قرآن بيأيد رأيي فيهم، فهنا دي اسمها طب أصحاب كرامة. أصحاب الطرق دول بيكسبوا إيه يا دكتور؟ كتير، لا كتير بيكسبوا إيه كتير بقى؟ يعني. خلينا لا نعمم، نقول إن في ناس صالحين، لكن مفيش تعميم في الأمر. ترك الأمر على هذا المنوال، سيدنا النبي قال حاجة عليه غريبة الصلاة جدا والسلام. إحنا بنعيشها دلوقتي. أيوة. بيقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني أميرة وإبراهيم مش هيقوموا من النوم يلاقوا العلم اتمحى من راسهم، أمال إيه اللي بيحصل يا رسول الله؟ قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. طب طيب لو أخيرا لو أخيرا أخيرا وسريعا وسريعا جدا بس عايز أختم لك فقرة الرسول بس عليه الصلاة ربع والسلام. دقيقة خلاص. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. شوف النبي بيقول إيه، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ودي المرحلة اللي احنا عايشينها في بعض الطرق للأسف الشديد. طيب أخيرا رسالة إلى الأهل اللي بيثقوا في الشيوخ للدرجة دي ويسيبوا بناتهم مع الشيوخ ويبعتوا رسائل لبعض والكلام ده، وكمان رسالة للأب اللي بعيد عن بنته اللي بيقسو عليها القسوة دي وما بيسمعهاش ومش قريب منها وعنيف معاها فبتضطر إنها تلجأ لحد تاني. طيب أولا بقول للأم والأب إن من الخيانة القسوة نحو الأبناء، وسيدنا النبي لما كان بيشيل الحسن والحسين وهو من هو أشرف مخلوق، عامل حصان وحاطط على ظهره الحسن والحسين، فيدخل صحابي يقول له يا رسول الله والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا قط. سيدنا النبي تعادل كده من الهيئة اللي كان عليها وهو بيلاعب الأولاد وقال له وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك ولا تنزع إلا من شقي. بالضبط. فبقول لكل أم انت مؤتمنه، وبقول لكل اب انت مؤتمن على صداقتك ببنت، ولو طيب. بتحسن لابنك ايراد لازم تحسن لبنتك 100 طبعا ايراد. طبعا. وسيدنا النبي قال ايه، عليه رحم الصلاه الله والسلام. والدا اعان ولده على بره. دكتور ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف انا بشكرك جدا، واحنا كده نكون ختمنا الملف ده. خلوا بالكم من بناتكم، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة انها اسمها بنتي تبعت للشيخ رسالة ويرد عليها برسالة ونصاحب بعض ويا حبيبتي ويا وانتي فين واش مشتاق و... ايه يا جماعة احنا هنهزر؟ يعني ده حتى مش من شرع ربنا، يعني ده مش في الشرع. يعني خلوا بالكم من بناتكم أرجوكم.